Nah, ada di orang di sana. Itu ini. هل الآن إذا عاد أن يقرأ ما تيسر من القرآن هل يستعيد مرة أخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنا بعرف هذا الشيء. كفار وكتاب مسيح موسى سورة البقرة. لا. هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يقرأ من أول أي سورة يبسم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yung surah na babasahin na mula sa verse na ayat magbibisiklas na yan yung mga kakal mahubi'ay matali amin bismillahirrahmanirrahim kul huwa Allah isang po pagkatapos niya nabasa ng surat upatya gusto niya masahin surat upatya bismillahirrahmanirrahim kul huwa Allah kakal mahubi'ay matali آمين ثم قال آمين الرسول بما أنزل إليه من ربه Bye.
sama doa dengan ini pasien. Insyaallah semua taraf berinya kita dapat. Thumma al-an ila wada an yarfa' ma'a raf'a yadayn wa sami'a Allahu liman hamida qabla an yastaghiith. Nah. Kemudian anda berkata yang mula sahabat-sahabat diriku sasaminya sami Allahu liman hamida di bolsa kare. Yani bain al-ruku' wa bain al-i'tidal yarfa' yadayn ma'a qabla sami'a Allahu liman hamida. Sa sapagi kan diriku at pagkata yo Así
ay lalagyan natin sa dulo ng tuhod natin.
يقول هنا عقب فيلي أتى سمين ناسا أول إيجاد كأبو باي قبل فيلي ما هو واحد أو يوما سميسة سواهي بيوتا واستحاله أن يزيد بما ورد عقب فيلي عقب فيلي عقب فيلي وعلى مصحاب الهنكوم وصنع الهنكوم تفضيح كتنيا عقب فيلي ويصح أن يزيد بكل دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان مفتدائي من الدعاء أو تكير إلى هذا البيت من الله سبحانه لكن لا يصح أن يقول رب اغفر لي ولوالدي أكيد ما فيه كما رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي هنا لكن يصح أن يدعو الوالدين مثلا في السجود أو في غير الصلاة لكن هنا لا يصح أن تصح هذه الزيارة هذا هو يقول أوفو وكم ذلك رب اغفر لي ولوالدي نعم pati yung dalawang parents mo, dalawang mo yun, na naway nag-forgive sila ng Allah subhanahu pero sa pagsusunod o sa mga ibang mga lugar pwede ka magbuha para sa iyong mga parents ثم يسجد السجدة الثانية. حتى سجد الجمعة الثانية، فما هو سجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية. حتى يوم شاء، فارس ركعة يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى. تقولين يا أن ما هو نوايا سا سكان ركعة الثانية نوايا سا فرصة. لكن الركعة الثانية ليس فيها تكبير الإحرام. من الركعة الثانية ولا تكبير الإحرام. فيها تكبير انتقال من السجود إلى القيام يقول الله أكبر. من غير تكبير عن الركعة انتقال mengatakan seterusnya pula satu kapal kapal atau sujud agar saya kata ya walaih sebeda bakar tanya beras tiftah sebuah Allah berhandi ke Tuhan sebuah kata dia itu kepada Tuhan nah walaih dua wisita bayan ini kecil salah ketanya walaih nah wakadari ala Allah ulama bila isti'in guna la akar isti'ala a'udhu billah masyarakat wajib tapi isti'ala itu tapi ini maulama alam yang maulama ini nasional يصنع في هذه الركعة ما صنع في الركعة الأولى. نعم. على إلا على ما ذكر. نعم. لا تقول من هذا. نعم. لا تدوا إذا دوا سأقول لك. إكسير سبارة بارينا بنا كنت شيء نولا تكرام في دينا مجيسي آلو فمجيسي آلو شاء دينا مجيسي آلو فمجيسي آلو كفر وركع وكفر الموجة وكفر الموجة ولا بد من تحقيق الطمأنينة أدار الجنة ويجب الطمأنينة ثم أطمئن أو لأن بعض الناس الآن خاصة في الركوع وفي القيام أركع شوع ينقل الصلاة ويرفع ويسجد مباشرة نعم هل من الأول يوم ينقل ليس يسجد الركوع غير الركوع قد يقول ثم يجلس إذا انتهى من الركعة الثانية بعد السجدة الثانية يجلس للتشهد الأول. حتى وقت السجود نطق وجاء حتى وقت التشهد جاء ولم تشهد. هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فهذا التشهد والتشهد الأول. وعي وقت السلام وعي تتركا وقت ركعة ما بين التشهد ولم تشهد. إذا كانت الصلاة ركعتين صلاة الفجر مثلا والصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخمس صلوات تسع وبين المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة كون صلاتي ثلاثية أو رباعية بعد أن يصلي الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الثالث أو الرابع وكذلك الرابع تفضل التشهد تفضل السلام وهي ركعة وركعة بين التشهد الأول وإذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر بعد أن يصلي الصلاة الإبراهيمية يستعيذ بالله من أربع نعم نعم
kapag ang salamat na nakamagkaran, ang tasyahod mo hindi siya ang tasyahod na unang tasyahod. Ngunit ito ay tasyahod na last na tasyahod. So, at ang gagawin mo ay magtasyahod ka para magbabasa ka ng salawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After that, ay mag-iisyala ka, magpapatutok ka sa Allah sa mga sa akin na pari. Ustaid na lang ang adab na magpapatutok ka sa Allah sa mga adab na pari sa kaparusahan sa ibyeno. Adab na pari. At kaparusahan sa lidingan. Nufit na sa mga mahiwa ng mga. At wala sa buhay natin, sa kamatayan natin. Nufit na sa Masih at Tijal. At magpapatutok ka sa Allah sa mga adab na pari. ثم بعد هذا هنا يستحب له أن يدعو بما أحب أولا أن يدعو بدعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. So after that, kapag pumisah ng bagay, pwede na siya magdada na anumang dua, na anumang mga dua na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po matala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dahil sa sabihin niya kapag sahod, pagdala natin ang ibigay ng hasana, pabihapin ka sa buhay ng araw. At tuluwa ngayon, walang problema doon na natin niya kasi ang hukong yun ay kanais-ais. Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu'ani. O sasabihin niya, Allahumma innaka afuwan, tuhibbul afwa fa'fu'ani. Kaya Allah, ito ay nagpapawalang bisa ng mga kasana ng tao at ang apagin at pagpapawalang bisa niya ng mga ipangin ng mga kasalanan. Ay isa ito sa mga tuwa na dapat na gawin ng mga sa kanyang sa shawl na ito. Yahrum alayh an yaqra al-Qur'an sa rukua o sudo. Na haram sa tatay na magbasa tayong Qur'an sa pagluluko, sa rukua, sa kapag-sudo. Lakin, in nawa al-du'a sa sudo, كأن يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يرد القراءة يصح لأنه هذا دعاء. ولكن قد من الدعاء دعاء ولا القرآن إذا تسجد دون ولا القرآن إذا سجد تسوى القرآن ولم يرد الدعاء فإذا تسجد دون إذا من مهي ثم الآن يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله ثم عن يسار السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سلامك سرائنا السلام عليكم ورحمة الله. الدواء تقول تعالى السلام عليكم ورحمة الله. الأخطاء التي تحصل في التسليم. ما هي الأخطاء التي تحصل في التسليم؟ أن تحرك الرأس قبل التسليم أو بعد التسليم أو في وسط التسليم هكذا مثلا. نعم هي الأخطاء التي hindi mga tao, kapag nagsasalam siya, ay gagawin niya muna, yuko niya muna yung ulo niya biya. Yan ano, yung mga ginagawa niya, hindi yung ulo niya ng ulo. Tapos itataas, tapos sa kasiya. La yati illa bihirab yasir hakala. Salam alaikum hakala. Meron din yung sasalam, hindi niya kinukumpleto na pagpitingin niya sa ay, kapag hindi na lang salam alaikum. Yung kulay po sa tao, tapos salam alaikum. أو يبالغ في التسليم في الجالون حتى الحد من كبير على فرق هذا هذا ما كان من الدين أوبر 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 ما السلام نكا تين ترى مشاهد ترى نتيجة سرعي تاو سنور دين ما السلام يتيني نهارا يتيني نهارا يتيني أو يحرك يديه مثلا أو مين ما نتاونا لغلبين يتمين أو يضرب بهما. أو قبل من يقول من شيء. نعم هذا كله من البدعة. يا هاي ما بدعة. فإذا سلم. قبل سلم لا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد أي صلاة. لا النافلة ولا الفريضة. نعم. قبل سلم شاء. أقول لك ما هو سلام الدين. Hindi na pag-iimula sa kanya na kuha siya. No, after sa, kung ito may sarana na iparida o suna, hindi ka na pag-iimula sa kanya. Hatta Paul, Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, yaku qabla taslim la ba'd taslim. At yung kuha na Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik,
itu siya tipon na magsasala, hindi after na sala. Nah. Ya Abdul Afkam wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kanat as-salat fariidha. Nah. Lalu dia after niya sala, magdidikit siya, no? Bago hindi niya magdidikit na ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos ang sala niya ay فقط. إذا كانت الصلاة الذين أو بعيدة في التشهد الأخير يتوضأ بأن يخرج الرجل اليسرى أسفل من الساق ساق اليمنى. نعم. فقط صلاة واحدة لا تقطع المغرب أو أفتح الأذان سلاس نقصي شوية وسقط أوكو أم بين الأذان سلاس سنة الغالبة أو التوجه إلى فاس مهم يوم yung kalang paho sa ilalim ng kaliwang paho. Allah, 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 Allah